ليست قرار الأمم المتحدة، ليست مبادرة السلام، وليست إرادة الشعب الفلسطيني. أستاذ أحمد، يعني معروف بأن يعني الموقف الاحتلال الإسرائيلي هو موقف مراوغ، موقف لكسب مزيد من الوقت، موقف لاستهلاك يعني حتى المعنويات العربية في ما يتعلق حتى بمبادرة السلام التي كان يفاخر فيها بعض العرب، ولم تقدم إسرائيل أي شيء بمقابل ذلك. لكن بالمقابل نحن اليوم أمام موقف أمريكي ملتبس على الأقل إعلاميا. الرئيس الأمريكي باراك أوباما في الوقت الذي كان يدعو في سوريا إلى مزيد من الإصلاحات طالب في مرة من المرات قبل كم يوم أنه على الرئيس السوري أما أن يمضي قدما في الإصلاحات أو أن يرحل. بالمقابل هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية قالت بأن الرئيس السوري هو إصلاحي بامتياز ولم يكن هناك رئيس إصلاحي مثله في المنطقة، يعني كانت تتحدث عن هذا الموضوع. هناك عملية من اللاوضوح إعلاميا على الأقل في السياسة الأمريكية، رغم أنهم كلهم اليوم هم يعني ديمقراطيون سواء هيلاري كلينتون أو حتى الرئيس أوباما. كيف يمكن أن نقرأ بمزيد من التحليل الموقف الأمريكي؟ إلى ماذا يريد أن يصل؟ يعني واضح جدا، نحن في السنوات الثلاث الأخيرة استقبلنا وفود أمريكية كثيرة على مستوى الكونغرس وعلى مستوى وزارة الخارجية وعلى مستوى بيت أبيض، وبالتالي كل هؤلاء كانوا يدركون ويعرفون ماذا يجري في سوريا وكيف سوريا فعلا لديها برنامج إصلاح يقوده الرئيس بشار الأسد بالأساس، وبالتالي كان هناك على الأقل نوع من تبادل الرأي فيما يتعلق بهذه البرامج مع الفرنسيين أيضا، ليس فقط مع الأمريكيين. وبالتالي لكن في هذه المرحلة عندما تم ترتيب كل الأمور، وبالتالي مسألة أنا باعتقادي سياسية بالدرجة الأولى، ومسألة تعني الصراع العربي الإسرائيلي، تعني الدور السوري القادم فيما يتعلق بأوضاع المنطقة عموما. يعني منذ أن أطرح الأمريكيون وبالتالي هو مشروع الشرق الأوسط الكبير أو الجديد وأنا أسميه مشروع الشر الأسوأ يعني في المنطقة العربية، كان واضحا فعلا أن حتى معاهدة اتفاقية سايكس بيكو قبل سنوات، قبل 50 سنة، لم تعد ترضي الأمريكيين ولا الإسرائيليين. لذلك يعني هناك هذا المشروع الذي يؤكد على ترزئة المجزأ وتفتيت المفتت. مشروع الشرق الأوسط الجديد اللي من نطلع عليه هو مشروع إسرائيلي بالكامل، التوقيع عليه إسرائيل وطرحته كونديزا رايس، وبالتالي قالت أن قيادة هذا المشروع بالتعاون مع الناتو ستكون في المغرب. يعني هاي الأمور والوقائع موجودة يعني في كل الصحف وبكل الفضائيات. هذا المشروع خلق خلوا تاما من كلمة احتلال إسرائيلي أو تسوية القضية الفلسطينية أو الصراع العربي الإسرائيلي.